ولمتابعة ورصد هذا الملف المهم القطاع الصحي ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم علاء الدين عوض، عضو لجنة الأطباء المركزية في السودان. أهلا بحضرتك فندم، أهلا بك دكتور. إذن نحن أمام مشكلة خطيرة، نقص في الوقود، نقص في أكياس الدم، كارثة على ما يبدو تهدد قطاع الصحة في السودان بحسب التقارير الواردة عبر وكالات الأنباء. هل الوضع الصحي فعلا في السودان وصل إلى هذه الدرجة أم هناك نوع من أنواع المبالغة ربما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعلى المستمعين الكرام، وربنا يرحم الشهداء في السودان ويشفي الجرحى ويزيل الغمى. صحيح الوضع في السودان الوضع الصحي كارثي، جميع المستشفيات في حالة نقص في الكوادر ونقص في الإمداد والمعينات. الكوادر منذ يوم الجمعة تعمل وحتى الآن لم تستطع تمريرها لأن الكوادر لا تستطيع الوصول في المستشفيات. عدد القتلى والجرحى في الزيادة، حتى الآن 144 قتيل و1400 جريح. هذه فقط المرصودة في كمية من الأشلاء والقتلى في الشوارع وحتى في البيوت وفي حتى في الأشخاص العالقين في المكاتب وفي الجامعات، لأنه بدأت الحرب في اليوم الساعة التاسعة من يوم عمل. كان الناس في مدارسهم وفي كلياتهم وجامعاتهم. وصلنا حتى الليل أنه لا يستطيع الأشخاص دفن موتاهم. طلاب كلية الهندسة في جامعة الخرطوم المعاصرين هناك دفنوا زميلهم الذي استشهد في ميدان جامعة الخرطوم الغربي قبل أن يستطيع أو يتم إجلاؤهم اليوم مساء مثلا. المستلزمات الصحية بسيطة، أرامات الإسعاف لا تستطيع الحركة إلا نادرا بين المستشفيات. كثير من المستشفيات فيها قطع للإمداد الكهربائي والمائي، وكثير من المستشفيات تعرض للقصف حتى بالطيران، منها مستشفى الشعب ومستشفى البنزديد ومستشفى البشاير ومستشفى الخرطوم وحتى المستشفيات الخاصة ومستشفى الطبيب وتم إخلاءها من المرضى ومن الطاقم. يعني كان في أخبار إن أستاذ علاء إنه تم يعني خروج مستشفيات بالكامل من الخدمة، هذه الذي يعني تشير إليه حضرتك أفهم إنها غير موجودة في الخدمة أصلاً؟ غير موجودة في الخدمة أصلاً، تم إخلاءها من جميع العاملين والمرضى فيها لأنها يعني كل ال وإلى أين ذهب المرضى أستاذ علاء في هذه الحالة؟ والله ذهبوا إلى مستشفيات أخرى يعني في أطراف العاصمة وبصعوبة، يعني تم إجلاء بعضهم إلى مستشفيات قريبة ومن استطاع يعني يجلوه إلى مستشفيات بعيدة يعني تحت الرصاص تم إجلاؤهم، لكن يعني حالتهم صعبة جدا. طب أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين كان مجدول لهم عمليات وإجرام عمليات، يعني المرء حين يفكر في هذا الأمر في الواقع يعني لا يستطيع خياله أن يصل إلى حل. تم إلغاء طبعا جميع العمليات المجدولة في المستشفيات، وليس هناك أي يعني عيادات محولة أو مستشفيات بها عمليات مجدولة. أما المرضى أصحاب الأمراض المزمنة هناك كثير من المبادرات من التخصصات المختلفة تم إطلاقها في السوشيال ميديا بأسماء الأطباء وأسماء الصيادلة الذين لديهم أدوية بأرقام تليفوناتهم وأماكن تواجدهم، وأي مريض يعني ذو مرض مزمن في البيت يستطيع الاتصال وبأقرب طبيب أو صيدلية تواجد بقرب منها وممكن يوصل له الدواء. يعني فالمبادرات المجتمعية، السودان بلد المجتمع فيه أقوى من الدولة بكثير، فأكيد هذه المبادرات الاجتماعية والمجتمعية وهذا التعاضد بيحصل في وقت الملمات. على كل الأحوال يعني أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم علاء الدين عوض، عضو لجنة الأطباء المركزية في السودان، راصدا لنا أهم وآخر وأكثر المشكلات التي تواجه هذا القطاع الذي يبدو فعلا منهارا في السودان، القطاع الصحي، وصرخات من وزارة الصحة ومن أطباء ونقابة الأطباء بضرورة الابتعاد تماما عن المستشفيات بل والاهتمام ومدها بكل الخدمات لأنها متصلة بحياة المرضى.